فين هو بعث لك رسالة مدرب منتخب الجزائر في الكونفرنس بتاع اعلان القائمة، تسمع فيهم ولا ايه وين؟ نسمع فيك. يقول لك لقد شاهدت اللي قاعد يقدم فيه البلايلي، بدا بشكل باهي برشا في تونس، ونفضل نعطيه اكثر وقت باش يرجع المستوى نتاعه، وديما في مخططاتي وباش يكون موجود معنا في السجلات الجاية. ليه شنو غدر؟ انا هاني قلت لك اسلام، هاني قلت لك، انا اش قلت لك؟ انا مسؤول على كلامي. كان ترى النهار البليلي في الكليب ناسيونال، تفضل كلمني. نهار السيد مدرب المنتخب اليوم عاملين، اسمعني مازال اسمعني، عاملين عليه بريسيون في الجزائر. وهو شنو اللي اليوم اش نحكي؟ على خاطر بليلي شعره اصفر وعينيه زرق. اليوم البليلي اول امتحان اختبار ليه ضد فريق الملعب التونسي، اللي اليوم فريق الملعب التونسي معناتها فريق محترم، ما لقاش حظ، ما لقاش روحه اليوم في كره الملعب. لا بس هذا المشهد اليوم كي نحكيه اليوم على مشهد الجزائر، قصت عليك المشهد الجزائر فهمتني، عنده عرس ولا شنو هذول اللي داخله في كي نحكي لك. ما اليوم اسمعني اسمعني، اليوم صايره بريسيون كبيره، واحنا اليوم في الميديا قاعدين نطلعوا في الكوتا ياسر الملعبيه بيان سور، هو اليوم يلعب في الترجي. لكن في اول واحد يا إيه. اول واحد طلع فيهم انت وتهبط فيهم انت. لا لا مساك ما هبطوا نطيحوا في عزم الحديد يا صاحبي. عاد ما احنا اليوم يوسف توا خايب ولا تيجي تكلمك، فما حاجات تخدم تخدم تخدم. شكون انا ولا يوسف؟ شكون يوسف؟ مساك نحكيو على البليلي توا ساد علينا. لا ما نساوش حاجه اخرى بربي، كلمه بركه، راهو في المنتخب صحيح منتخب جزائري شوا كبير برشا، راهو عنده اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه فرنسا. هاني مسؤول على كلامي، كان يعيطوا له للمنتخب الجزائري يعني بعد شنو السيد يكذب معناها مدرب؟ ما هو اليوم اسمعني، فما كلام زاد لونترونور من الجم زاد طايح المورال للملاعبين بيان سور. اخي انا عشتهم الظروف هذيا، اسمعني كل كونفوكاسيون ساعات نسمع روحي نعدي في ماتشات باهين ويكلمك لونترونور يقول لك راني باش نعيط لك فما شيء. كي يعيطوا له شنو تعمل انت؟ ما عادش نجيب حداك لهنا. لا لا كي ما ساعدنيش. لا لا انا قلت لك انا مسؤول على كلامي، البليلي انت مع المنتخب الجزائري كيما قال بولاوي تحجم تحجم الوضعيه اللي فيها نجم المتلوي والنتائج السلبيه اللي قاعد يعمل فيها الفريق، ما نتصورش انا نجم المتلوي اليوم بون باش يقلق الترجي التونسي. شاك فوا الترجي دائما حتى كي تكون متلوي في افضل فترات الترجي تمشي تفوز وترجع. باللي حكيته بكري على بن حميده وكل شيء وبوشنيبه، انا راني ما نلومش لي زاريير هذوما، انا نلوم المدرب اللي وقتها انت تعطي للملاعبي دور اكثر من حجمه. وقتها انت تقول لي جوار دو كلوار ضموا وادخلوا للعمق وتسيب الخط كامل الكلوار كامل دو زاريير لاتيرو ما عندهمش المهاره الكافيه في الان كونتر ان، ما عندهمش شك السرعه الكافيه وما عندهمش شك السونتراجيت تاعو ريال بوش ويا بري انت تزعل على الانام وهذا المدرب زاده. هي يعني نقول لك اللي هو الكلوار هذاك يبدا عندك علي الكعبي وقتها تسيب له الكلوار وتقول للجوار اللي قدامه اللي ليه ضم ادخلوا العمق وقتها خاطر الجوار انت باللي كاليتي نتاع انا ما نفهمش الاسرار نتاع المدرب زعمت. شفت شفت سي علي ذي قوت صحفي معناها حطك في الجيب كي قال لك معناها باش باش ما تناقشوش معناها شرب له مخ. شوف لهنا ديما نتفاهموا في حاجه، لهنا كيفاش المدرب يستغل لي كاليتي نتاع ديزاير لوتورو، كيفاش زاده يعمل لهم خطه باش الكوفرتير تصير موجوده، هذا طول درجة على المدرب. كان المدرب ما يعملهاش الأخير على الدنيا. سمعني يا أخي شكون أنت دب في الترجي؟ هو المدرب أنت دب ليش؟ بما جابش ريدرو ريدرو شنو؟ أنت مدرب وسالي مدربين مقتدرين، أنت مش تعمل الشيما تكتيك واستراتيجية اللعب نتاعك حسب لي كاليتي نتاع لي جوار اللي عندك. أنت اليوم مدرب الترجي التونسي ما عندكش لي كاليتي نتاع لي جوار باش تلعب 4 3 3، علاش الإصرار؟ علاش الإصرار؟ حاجة أخرى عندك أنت 4 4 2 ما شو انا تحكم هي الفلوس ايه بنت جرب خطط اخرى ما بدكش تمشي معاك، علاش الاربعة ثلاثة ثلاثة وانت ما عندكش لي زوتي انت ما عندكش الادوات؟ خلينا نقدم اما حاجه بركه باش نقول لك على الترجي، الترجي باش تلقى المشكل مش في المتلوي بركه، باش تلقى مشكل على مشكل التيران. وتفكر ماتش قربه
كيفاش القاد مشكل في الترطون باش يلعبوا باش يلعبوا في الترطون هذاك علاش قلت له اسلام باش يلقى مشكل في الترطون مع السخانه هذه وفي المتلاوي مع شلال يطلع السبب هذايا خلك كابدوز يخمم شويه يلعب اهولو ولا لا اهولو مش باش يلعب نقول لك علاش باش يلعب خاطر باش يخلي اجنبي اخر يلعب له هو كوناتي يمكن كوناتي باش يكون كوناتي باش يكون اساسي والبلايلي وش اسمه الارير توغاي يولي هو أربعة منعرفش هو يمكن من ناحية هذية باش يخليه حاجة أخرى شفنا بالنسبة له شفنا ياسر لعب لاتيرال خروج الكرة سورتو كنت الملعب التونسي ترو لاتيرال ترو لاتيرال خلينا نقدمو ولات الكرة تمشي أكثر خلينا نقدمو زي باش